سباق الهجن العربية الأصيلة بمنطقة الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. تابعنا في هذه الانطلاقات المسائية الرئيسية لسن الإجذاع، تابعنا شوطنا الرئيسي الأول المفتوح وكان شعار مرغم وأبناء مرغم حاضرا مع مود التي حققت وفازت وأهدت للتبر سعادة محمد بن راشد بن حمد بن غدير ناموسا مسائيا من هنا من ميدان الشحانية إلى دبي. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولإخوانه الكرام على فوزها الشلفة في الشوط الرئيسي المفتوح على بركة الله. وقبل تقريبا دقيقة واحدة انطلق شوطنا الرئيسي الخاص بالقعدان، شوط رئيسي مفتوح يا اخواني لا يقل اهمية عن شوطنا الماضي، شوط رئيسي خنجر فضي بالاضافة الى مبلغ 1,000,000 ريال قطري لصاحب المركز الأول يقدم كهدية لمن يفوز وينتزع ويحقق هذا الناموس الغالي هنا بالشحانية. ترحيبي بأبناء الخليج، ترحيبي بأبناء الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان، وأيضا ترحيبنا بكل الدول العربية وكل الأعين اللي تراقب الشحانية في هذا الكرنفال الكبير. بسم الله على بركة الله نخوض مجريات هذا الشوط المليء بالشعارات العملاقة المليء بالأسماء الكبيرة. أبدأ مع المركز الأول ومع صدارة ومقدمة الشوط، هذا هو شعار بن غدير، هذا هو اللي يحتل المركز الأول، هذا الذيب سرحان على المركز الأول، اسمه سرحان على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مع المركز الأول. أخذ له كادر بروحه بن غدير بالمركز الأول عبر القنوات الناقلة، عبر الريان، عبر الكاس، عبر قناة ياس ودبي ريسنج التي تنقل من هنا من ميدان الشحانية الحدث الرياضي المهم. يا سلام على المركز الأول بن غدير مع المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني بالمركز الثاني هنا ريبال على المركز الثاني عبد الله بن ناصر بن حسين الغفراني المري مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا يتقدم شعار قادم من المملكة العربية السعودية وشعار سليمان بن حمد بن جبرين، وهذا هو الدبلوماسي مع المركز الثاني. المركز الثالث الغفراني، المركز الرابع، المركز الرابع يتقدم قدم الاعداد علي بن محمد بن سعيد النابت المري على المركز الرابع. المركز الخامس نشوان بن جبران على المركز الخامس. هنا يتقدم سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، النداء الأول لهذه المجموعة للفايف ستار كما نقول دائما ونردد كمعلقين، الخمسة نجوم، الخمسة الأبطال، الخمسة العمالقة المصرح لنا بإعلانها، المصرح لنا بالتعليق عليها. المراكز الخمس اللي يبغي التعليق اللي يبغي الإذاعة يتقدم إلى المراكز الخمسة الأولى. بعد المراكز الخمس يعذرنا، يعذرون الجميع
اعود الى المركز الاول الى شعار مود. للعلم يا اخواني مود قامت راس وانهت الشوط راس، وهذا هو يتقدم سرحان المركز الاول. يطمح بن غدير بخطف ناموس اخر هناك الى المرموم، هناك الى سعادة محمد بن راشد بن غدير اللي يتابع على الهواء مباشرة، يتابع ابو راشد هذا الانطلاق ويتابع هذا السرحان اللي طامع بالخنجر، طامع بالخنجر مع المركز الاول مع صدارة ومقدمة الشوط. يحلق سرحان المركز الاول على صدارة ومقدمة الشوط. الخنجر المفتوح يا بن غدير، الخنجر المفتوح. المركز الثاني، المركز الثاني الاحداد يتقدم ويقترب بشعار علي بن محمد بن سعيد النابت المري. المركز الثالث هنا يتقدم نشوان سالم بن جابر بن جبران. المركز الرابع هناك، المركز الرابع ريبال عبد الله بن ناصر بن حسين الغفران المري. المركز الخامس يتقدم، المركز الخامس العندليب. هنا ينطلق ممثل معاذر حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على المركز الخامس. هذه النتيجة، ولكن نعود الى المركز الاول، الى الصدارة، الى المركز الاول، الى الخنجر على المركز الاول لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات. سرحان على المركز الاول، والموقف خطير للغاية يا بن غدير. الاسماء قادمة، ابناء الشحانية قادمين باسماء عملاقة. بن نابت مع المركز الثاني قادم بكل قوة المركز الثاني. يتقدم وينطلق العديد علي بن محمد بن سعيد النابت المري بكل ثقة، يتقدم يتسلل. الله، العاصوف وصل، العاصوف، عاصوف السيلية على المركز الثاني. يتقدم بشعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة على المركز الثاني. ينتقل ويتواجد هذا الشعار الكبير مع المركز الثاني. المركز الثالث العندليب حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الرابع مهل ياسر بن بخيت بن سعيد الخيالي. المركز الخامس خلونا مع السيلية مع اللورد على المركز الاول. الشعار السيلاوي، روح يا بن راية، روح يا بن حلفان، روح الى السيلية الى اللورد المركز الاول على الصدارة. يحقق الناموس مع المركز الاول. والخنجر يا بن راية، الخنجر الى اللورد مع العيدة. الخنجر المفتوح يحققه الشعار السيلاوي مع العاصوف. حيوه يا اخواني، حيوا اللورد يحقق ناموس هذا الشوط الرئيسي المفتوح. تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن سعيد العيدة على خطف العاصوف لناموس هذا الشوط. المركز الثاني مهل لياسر بن بخيت بن سعيد الخيالي. المركز الثالث العديد علي بن محمد بن سعيد آل نابت المري. المركز الرابع جلمود حمد بن محمد بن مبارك المهيري. المركز الخامس
المركز الخامس العندليب لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. تهانينا والناموس تهنئة نزفها على الهواء مباشرة للورد عبد الله بن سعيد العيدة على خطف وتحقيق وانتصار هذا الشعار الكبير وفوزه بالخنجر الفضي المفتوح. العاصوف يحقق مع الشعار السيلاوي هذا الناموس ليهديه لعشاق هذا الشعار الكبير. الخنجر الرئيسي المفتوح. التوقيت الزمني 8:55 12 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت العاصوف بشعار هجن السيلية وبتوقيع وإمضاء اللورد عبد الله بن سعيد العيدة الذي خطف هذا الناموس الغالي ليهديه للشعار السيلاوي الكبير. المركز الثاني 8:55 48 جزء من الثانية. مهل للسيد ياسر بن بخيت بن سعيد بن جابر الخيلي. تهانينا والناموس. المركز الثالث الاعداد لعلي بن محمد بن سعيد النابت المري. التوقيت الزمني 8:56 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. تهنئة نزفها على الهواء مباشرة لمالك العاصوف عبد الله بن سعيد العيدة الشعار السيلاوي الكبير. حضر بحضور الكبار وانتزع وحقق الشوط الرئيسي المفتوح.